إن من أهم مقومات الفرد الصالح، أو قل أهم مقومات الفرد المسلم أو المؤمن، أن يكون مطيعاً لله عز وجل في كل أفعاله وأعماله، وأن لا يعصيه لا بالصغيرة ولا بالكبيرة على حد سواء. فإن المسلم إنما سمي مسلماً لأنه أسلم أو سلم نفسه وجوارحه وروحه، أو سلم نفسه وجوارحه وروحه إلى الله جل وعلا. وخصوصا بعد أن نلتفت إلى شيء مهم جدا، ألا وهو أن الله لا يأمر إلا بالعدل والإحسان والأخلاق العالية المتسامية، ولا يأمر بالفحشاء والمنكر، سبحانه وتعالى عما يشركون علوا كبيرا. فقد قال تعالى في محكم كتابه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وكذلك قوله تعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ومن المعلوم أن الطاعة بمعنى الانقياد، أي التبعية في كل شيء في السراء والضراء، وليس في أحدهما دون الآخر، فهذا مناف للطاعة أو قل للانقياد. فإن الذي يطيع في كل شيء يسمى حينئذ منقادا، وإلا فلا ينطبق عليه هذا العنوان لا من قريب ولا من بعيد على الإطلاق. ومنه قوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين، لأن من لم يطع الله فهو ظالم لنفسه وليس لله عز وجل بطبيعة الحال. فإن الله لا دخل له بأعمالك، فإن أطعت فلنفسك، أي نفعت نفسك، ولذلك وذلك لاكتسابك الثواب والأجر الجزيل. وإن عصيت فعلى نفسك، لأنك تعاقب، فقد قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا وإن الخلق ما خلق إلا ليعبد الله مخلصا له الدين، والعبادة أحد مصاديق الطاعة والانقياد. ألا ترى أن الصلاة فيها سجود وركوع، وكلاهما يفسر معنويا بالطاعة والانقياد، حتى قيل أنه سجد لله أي انقاد له. ثم بعد ذلك كله، لا تتصور أن الطاعة هي العبادة فقط، فكم من مصل هو عن صلاته غافل. ألم تسمع قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وكم من عابد وهو فاعل للمحرمات وقد يتعدى حدود الله. فإن أهم مقومات العبادة هي آثارها الإيجابية، وليس المطلوب منها الأركان المخصوصة فقط كما يعبرون في علوم الفقه وغيرها، بل اعلم أن الأفعال مقدمة إلى الأهم، وهي الآثار الإيجابية والحسنة. فقد قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك ورد في السنة الشريفة بما معناه: إن الصدقات تذهب بالسيئات. إذن فالصلاة التي لا تنهاك عن الفحشاء لا خير فيها، بل هي مجرد فعل خارجي لا أثر له فيه. ولذا قد يقال أن للصلاة عدة درجات، فمنها ما هو قربة إلى الله تعالى فقط، ومنها من هو قربة إلى الدنيا، ومنها من هو قربة إلى الغير، أي الرياء والعياذ بالله المبطل والماحي للعبادة والثواب. وكذلك الصدقات على سبيل المثال، إذا لم يكن لها أثر أخروي في نفسك، وخصوصا بعد أن نعلم أن للعبادة والطاعة أثران، أثر شخصي لك وهو الثواب كالإذهاب بالسيئات، ولها أثر غيري، وهذا الغيري أما فردي أو عام. أما الفردي في مثالنا أي الصدقات، هو إغناء الفقير وإشباعه مثلا، وأما العام
هو نشر العدل والمساواة في تقسيم الأموال ورفع المستوى المعيشي للفقراء. هذا بعد أن نلتفت إلى أنك لو أشبعت فقيرا فقد أنقصت الفقراء في البلد أكيدا ولو بنسبة قليلة، إلا أنه تقليل منه بطبيعة الحال. ولو أردنا البقاء في صلب الموضوع قلنا أن الطاعة ليست للجسد فقط، فهنا أنواع عديدة من الطاعات، منها القلبية ومنها طاعة الجوارح، فكل له عمله الخاص به، وهذا مطابق لقوله تعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وهناك آية أخرى متممة لها، ألا وهي قوله تعالى: تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل الوارد في الآية تنطبق على كل مخلوقات الله، الصغيرة والكبيرة والمتدني والمتسامي لو صح التعبير، على حد سواء، لكن كل بما يتحمل وما يستحق. وما يؤيد ما قلناه من أن الجوارح كلها منقادة ويجب عليها الطاعة قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن يكون الجميع داخل تحت الطاعة والانقياد، وهو أمر غير مختص بالبشر فقط أو الإنسان، فقد قال تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. فمن هذه الآية نعلم أن الحيوانات والجمادات منقادات وطائعات لتسخير الله، إلا أنه قد تختلف طاعة الجماد والحيوان عن طاعة الإنسان، وذلك بأن الإنسان مختار وليس مجبر، لكن لا يصل الاختيار إلى درجة التفويض بطبيعة الحال، كما هو مدون ومثبت ببعض العلوم حيث ورد: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. وأنا قد ذكرت في محفل من المحافل أن طاعة الخلق من حيوان وجماد وباقي المخلوقات عموما التي نعلمها والتي لا نعلمها على حد سواء، لأن الله تعالى يقول: ويخلق ما لا تعلمون. قد تكون طاعته أكثر وأحسن من طاعة الإنسان من بعض النواحي، وكنظرة بدوية حيث أنهم لا يعصون على طاعة، لا يعصون الله عز وجل من بعض النواحي، حيث أنهم لا يعصون على الإطلاق، إلا أننا لو دققنا النظر لوجدنا أنهم لا يعصون لأحد سببين ولو كأطروحة. السبب الأول أن تكاليفه أسهل من تكاليف الإنسان، والسبب الثاني أنهم مجبرين على الطاعة بنحو من الأنحاء، وليس تفويضهم يصل إلى درجة تفويض الإنسان أكيدا. ومع كل ذلك يبقى التخيير بين الفعل والترك موجبا للثواب، حيث أنك مع قدرتك على الترك لم تفعل فيكون ثوابك أكثر مما لو كنت غير قادر على الترك. هذا وإنك تركت على الرغم من أنك قادر على الفعل فيكون عقابك أشد، وهذا لا شك فيه على الإطلاق ولا نقاش. عموما فإن الفرد إذا جعل من نفسه عبدا مطيعا، بل وعود نفسه على الطاعة والانقياد، فإنه يكون بذلك مثالا عاليا للعبد المطيع لا للعبد العاصي الذي ينطبق عليه، وكعبد مملوك لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما توجهه لا يأتي بخير. وخصوصا بعد علمنا أن المعصية ليست خيرا بل شرا أكيدا، لأنها تجلب العقاب والآثار السلبية في الدنيا والآخرة. واعلم أن هناك كثير من الآيات التي فيها يوصي الله عباده الصالحين بأمور يجب أن يفعلوها، كما قال تعالى:
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وكذا قوله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. حتى أن هناك آيات تصف العبد المؤمن، بل أكثر من ذلك، فإن الله قد أنزل بهم سورة كاملة، فقد قال تعالى فيها: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلى أن يقول عز من قائل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلى آخر الفقرة أو السورة. فهذا غيظ من فيض، وليس جميع صفات المؤمن، لكن لا يسعنا ذكر جميع الصفات في هذه العجالة، فلعلنا أوردناها في مناسبة أخرى إذا شاء الله تعالى. وخصوصا أن المجتمع في حاجة إلى مثل هذه الأمور التي ذكرت في الآية وغيرها، كالصدق والشجاعة وتطبيق الأحكام الشرعية وغيرها كثير. ولعل كلها يدخل في موضوعنا الرئيسي وهو الطاعة، لأن كل ما هو مذكور من الصفات فإن المؤمن مأمور بها. إذن إذا فعلتها فأنت مطيع، وإن لم تفعلها فأنت عاصي، وإن فعلتها تكن مؤمنا ومطيعا في نفس الوقت، فإن لكل صفة استقلاليتها بطبيعة الحال. هذا مضافا إلى أننا يجب أن نذكر شيئا مهما، وهو أن الله جعل شيئا من باب اللطف والرحمة، ألا وهي التوبة. فإنك إن لم تطع فليست هذه نهاية العالم أو الدنيا كما يعبرون، بل أن الباب مفتوح للطاعة أكيدا، إلا أنك لو فتحته إلا أنك لو فتحت لك الباب ولم تلتفت إليها كنت من الغافلين، وبعد ذلك تكون نهاية الدنيا وتستحق اللعنة والعذاب. فإن الله تعالى قال في محكم كتابه: ومن عاد فسينتقم الله منه، لأن الله فتح له الباب ولم يعتني بها على الإطلاق. إذن بعد ذلك لا تستحق أي رحمة مرة أخرى، كما ورد في الدعاء أو المناجات: ماذا على من أخفل دخول الباب بعد فتحه؟ نقول: ليس عليه إلا الخذلان والعقاب أكيدا، وهذا لا نقاش فيه. ثم اعلم أن الطاعة لا تكون إلا لمن يستحق الطاعة، وإن أول من يطاع هو الله جل جلاله وعلى مكانه، فإن كل من في الأرض والسماء إلا أتى الله عبدا منقادين له، أما تكوينا وأما تشريعا. فإنما أمره إذا قال لشيء كن فيكون، بل يمكن أن يقال بدرجة من الدرجات أن وجودك هو طاعة له، وموتك طاعة له ولأوامره، فهو الذي يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وكذلك تكون الطاعة لمن يطيع الله ورسوله فقط، فإنه ورد: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. وكل من طاع الله حق طاعته فيطيعه الجميع بطبيعة الحال. وأوضح مصداق لذلك المعصوم بالعصمة الأولية، بل وحتى الثانوية، وكل من سار على الدرب فكذلك، وكل وعلى كل ذلك فلا يمكن أن يطاع. ألم تسمع ما ورد: لا أمر لمن لا يطاع؟ إذن فقبل أن تريد من الناس أن يطيعوك، قوم نفسك وأطع الله حق طاعته، ووطن نفسك على طاعته، حتى تكون مطيعا له في السر والعلانية وفي السراء والضراء على حد سواء. ولا تنس بعد ذلك طاعته وتتلهى بالأمور الدنيوية، فإن العبد يكون هو وما يملك لمولاه. ثم بعد ذلك قم بالأمر فستطاع، وإلا لن تطاع مهما فعلت. بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.